رح ينضم لنا الخبير الزراعي مروان حيدر، نقول له صباح الخير. بونجور مروان، بونجور مثل بونجور ريتا، العادة المشهد بونجور بالشهي، نرمين، وراك يعطيكم العافية. وحولك. تفضل يا مروان. ثانك يو. اليوم رح نبلش بالتفاح الطيب، هالتفاحات الحلوين يلي بعده الكيلو عنا ب 5000، يعني السلة فيها 2 كيلو ب 10. كمان عنا الخرمة مثل ما شايفين، هالاصناف الحلوة طعمتها رائعة، كمان السلة فيها كيلو ب 10. وعندنا كمان صنف ثاني الخرمة، الحبة الكبيرة، كمان السلة فيها كيلو. نرجع على سلة الخيار، بيجي فيها كيلو قطف جديد. المقتي اللي بحب يعمل كبيس مقتي أو مقتي عادي، كمان سلة فيها كيلو. الكوسة كمان كوسة فيها كيلو. هون عم نحكي كل سلالنا ب 10000. سلة اللوبيا البدرية مع بندورة وبصل وبقدونس، كمان سلة ب 10. سلة الباذنجان الطويل مع بندورة وبصل ونعنع، وسلة الباذنجان المدعبل كمان فيها فجل وبندورة وبصل. الموز بعده على سعره، كمان السلة ب 10000، بيجي فيها كيلو. هلا الاصناف كلها موجودة عنا ببيت الزراعة. بدنا نقول كمان في عنا البينات باتر، زبدة الفستق يلي هي على الشوكولا او زبدة الفستق العادي، شغل بيت طعمة رائعة. وصوص طومات شغل منطقة القاع، كمان طعمة كتير طيبة، جبنا منها فترة طويلة بس كما بقى عنا، وهلا رجعنا نزلنا عن جديد. ودبس العنب المضروب يلي بيجي لونه أشقر، طعمته جيدة جدا، من منطقة عيت الفخار. كمان هالدبس العنب فترة طويلة ما كان عنا، هلا بلشوا يعملوا منهم وعم بيبعتوا لنا منهم. يلي بحب دبس العنب ما يتأخر لأنه كتير طيبين. وأكيد عسل السنديان وعسل الشوكي، هالأصناف المفحوصة بمركز زراعي بالفنار، بمركز الأبحاث العلمية الزراعية بالفنار، كمان خالية من الشوائب، خالية من الأشياء الكيميائية الجرثومية ومن الميتولور، المواد الثقيلة يلي معقول تضرنا وتضرنا صحتنا. كل هالاصناف موجوده ببيت الزراعه، الخضره اكيد موجوده ببيت الزراعه، والمونه كمان موجوده، ونحن فاتحين اكيد عم نفتح من 7 الصبح ل 8 عشيه، المونه كل النهار، الخضره اكيد بنص النهار بتكون خفت كثير، لكن رجعنا جبنا بعد الظهر وهيك بيكون كل النهار عندنا خضره. هالاصناف موجوده، الى جانب اللي بحب ياخذ زعتر، شتل زعتر بري ويزرعون عنده، كمان عندنا كميات زعتر بري في يقدر ياخذون ويزرعون عنده بالبيت. هالاصناف دائما نحكي عنا دغري من المزارع، لا عنا دغري على بيت الزراعه، ما بنحط عليها ربح وبتقطع على المستهلك، واكيد من وراء الاسعار الموجوده عنا بنعرف انه نحن ما بنحط عليها اسعار، ما بنحط عليها ربح ابدا. وهلا بعد شوي يمكن ساعتين من هلا او 3 ساعات بيكون وصل لعنا الجوز، جوز حنجيبهم اليوم من منطقه صغبين من عند سيز مايكل تن، كمان نوعية رائعة. وبدي أقول مرسي كتير لأساس متري أبو عبسي ولأساس جورج زينون يلي كل سبت بياخدوا تشكيلة سليل من عنا وبوزعوها. أساس متري أخذ اليوم 30 سلة، وأساس جورج زينون كمان بلش اليوم ب 30 سلة، بقلون يعطيهم ألف عافية والله يكتر من أمتينهم. هالأصناف كلها موجودة ببيت الزراعة، فريق بيت الزراعة موجود، اي استفسار او اي خدمه نحن على طول موجودين. وبحب دائما نقول انه عندنا دبس الحامض، فرضا دبس الرمان، حامض الحصرون، المربيات كلها على اصناف، ان كان مربى فريز، مربى التين، مربى السفرجل، مربى الكرز، كله موجود كمان باسعار جيده جدا واصناف رائعه، شغل بيوت. شكرا كثير لك مروان. انا بشوفك اليوم مروان كمان، بما انه بعرف في هجمه عندك على الجوز، يلا بنلتقى اليوم اذا الله راد. وشكرا كثير لك وبون ويكند، وخلينا نقول انه كل المنتوجات اللي كمان بتقدمها ممكن نشوفها على موقع فارم زونز بسكشن خاصه بالمونه اللبنانيه، وهيك فيها توصل مش بس الى لبنان، الى كل العالم. فارم زونز من خلاله ايضا فيكم تطلبوا كل المنتوجات اللي ممكن تفكروا فيها بحياتكم اليوميه، الام والطفل، الكوزمتيك، كل شيء، العاب للاطفال، كل شيء موجود على هيدا الموقع farmzones.com. الدولار بعده عندهم ب 3900 وبيوصلوا لكم بدليفري على البيت بسرعه كمان كثير قياسيه وباسعار جدا جدا مدروسه. هلا كمان مع ازمه البنزين اوفر لكم تقعدوا بالبيت وتطلبوا. شكرا كثير لك مروان.